السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في مرشحات مادة الإسلامية امتحان وزارة 2023. السؤال الأول: أحكام التلاوة. استخرج أحكام النون الساكنة والتنوين في الآيات القرآنية ثم بين نوعها ذاكرا السبب. أيضا المرشح الثاني: سميت حروف الإقهار باسم آخر، ما هي حروفه؟ استخرج أحكام النون الساكنة والتنوين في الآية القرآنية ثم بين الحكم الذي لم يرد ذاكرا حروفه على شكل البيت الشعري. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ سؤال: عين الإدغام للنون الساكنة في الآية القرآنية مع ذكر السبب. بالنسبة لمرشحات الوحدة الأولى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لماذا نادى الله تعالى عباده الذين آمنوا بلفظة الإيمان وماذا قال لهم؟ قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السؤال: بما اختار الله المؤمنين ومن تبشر الآية الكريمة وما صفات هؤلاء المؤمنين وما جزاءهم؟ قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سؤال: من هم الذين يكتمون في الآية وما الذي يكتموه وما جزاءهم ومن هؤلاء المستثنون من هذه اللعنة؟ قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما المقصود بقوله تعالى أو فسر قوله؟ قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لفت الله تعالى أنظار العقلاء من الناس إلى الآيات الدالة على ألوهيته وقدرته، فما هذه الآيات؟ قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. السؤال: ما طبيعة العلاقة بين قادة الشرك وأتباعهم يوم القيامة وماذا قال التابعون؟ قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بما يأمر الشيطان الإنسان؟ قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول: ماذا قال المؤمنون ناصحي أهل الضلال وماذا كان موقفهم؟ السؤال أيضا: أبرز ما نستنبط من قصة أصحاب الكهف. اكتب حديثا نبويا شريفا في الحث على التعاون. السؤال: ما سبب شيوع الفقر بين أبناء الأمة الواحدة؟ شجع الرسول على عمل قامت به إحدى القبائل، ما هو ذلك العمل؟ إذا كان ما يخرج من مال الغني منا ورياء صادرا عن شعور غير كريم فإلى أي شيء يتحول وما حكم من يتصف ذلك؟ عرف الغضب وما هو منشأ الغضب وكيف يمكن العلاج منه؟ اذكر 5 نقاط فقط. عدد أنواع الغضب وما هي أضراره؟ كيف يستطيع الإنسان أن يكتسب فضيلة كظم الغيظ؟ الوحدة الثانية: اكتب ما تحفظه من سورة آل عمران من قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم إلى قوله تعالى هم الضالون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. السؤال: ما شروط قبول التوبة ومن الذين لا تقبل توبتهم عند الموت؟ ما حال أهل القرية الظالمة التي أهلكها الله تعالى ولماذا عاقبهم الله تعالى؟ قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
ما أساس الدين في الآية الكريمة وما المقصود بقوله تعالى؟ قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ماذا أراد الله تعالى بهذه الصورة البلاغية وما المقصود بيسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ اذكر أبرز ما ترشد إليه صورة الأنبياء. ما هي الدروس والعبر من قصة نبأ الفاسق؟ اكتب حديثا نبويا شريفا في حسن الخلق. ما البرهان على الإيمان وصحته وكماله؟ من أركان الدين المهمة حسن الخلق، وضح ذلك. لقد أوصى الرسول الكريم بالنساء وقد شدد الوصية بالمرأة اعترافا بأهميتها في المجتمع وبناء الأسرة، وضح ذلك. اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث، 4 نقاط. الوحدة أيضا هنا. ما هي الدروس والعبر من قصة موسى والعبد عليه السلام والعبد الصالح؟ اكتب حديثا نبويا شريفا عن محاسبة النفس. من هو الكيس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف؟ من هو العاجز؟ كيف يكون العمل ما بعد الموت؟ ماذا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وآله؟ وبماذا تدركنا المطالب وتنال الغايات؟ وبماذا تدرك المطالب وتنال الغايات؟ بأي شيء نزن أعمالنا؟ كيف نكبح جماح شهوات أنفسنا الكثيرة؟ ما أهم ما يرشد إليه الحديث؟ محاسبة النفس. اكتب حديث نبوي شريف في الجهاد وكرامة المجاهد. لماذا شرع الله تعالى الجهاد وحث عليه؟ بماذا وعد الله تعالى المجاهدين وما جزاءهم؟ وبما أنذر المتخلفين عن الجهاد؟ ما هو حال من يجرح في سبيل الله تعالى وكيف يجيء يوم القيامة؟ اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث. ما هي الوظائف الاقتصادية للدولة؟ عدتها فقط. من الوظائف الاقتصادية مراقبة الفعاليات الاقتصادية، وضح ذلك. من الوظائف الدولة الاقتصادية منع المعاملات المحرمة، وضح ذلك. متى يحق للدولة التداخل في تحديد الأسعار؟ كيف تحقق الدولة العدل الاجتماعي؟ من وظائف الدولة الاقتصادية توفير تكافؤ الفرص، وضح ذلك. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لماذا لم يقبل الله تعالى توبة أهل الضلالة؟ وما عاقبة الذين كفروا وماتوا وهم كفار؟ قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين. من هم بني إسرائيل؟ ولماذا حرم إسرائيل على نفسه بعض الأطعمة؟ ومتى حرمت هذه الأطعمة؟ قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ماذا أراد الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وآله أن يقول لبني إسرائيل؟ قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ما أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض وما صفاته؟ ما هي حقوق الزوجة؟ من حقوق الزوجة حسن المعاملة، وضح ذلك. من حقوق الزوجة النفقة، على من يقع الإنفاق ومتى تسقط النفقة؟ ما هي حقوق الزوج؟ من حقوق الزوج هي الطاعة فيما لا معصية فيه لله، وضح ذلك. من ضروب الحاجة لتحدد الزوجات، وضحها. في الحروب تكثر النساء ويقل الرجال، ولا بد من إيجاد حلها، فيكون بأمرين، ما هما؟ أبرز ما نستنبط من قصة من استغنى أغناه الله. أبرز ما نستنبط من قصة العدل. ماذا نعني بالتوازن في الدخول؟ ولماذا يريد الإسلام تحقيق التوازن في الدخول؟ ما الإمكانات التي يجب أن تكون الدولة قادرة على تحقيقها لرفع مستوى معيشة الفقراء؟ ما هو التكبر؟ وما الوصف الذي وصف فيه سلمان المحمدي رضي الله عنه الإنسان ومنزلته؟ ما هي أسباب التكبر؟ ما هو علاج التكبر؟ ما هي مساوئ التكبر وما هي نتائجه؟ اكتب ما تحفظه من سورة الأنبياء من قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، إلى قوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ماذا يؤكد الله تعالى من خلال هذه الآية الكريمة؟ قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون. ما المقصود بالذكر؟ وكيف يكون سماع الذاكرين له؟ وماذا يقولون بينهم خفية؟
ولماذا يقولون بينهم خفية؟ قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ماذا أرسل الله قبل نبينا صلى الله عليه وآله؟ ومن هم أهل الذكر؟ وما صفات أولئك المرسلين؟ وما وعد الله لهم؟ قال تعالى: وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذ هم منهم يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.